أحبائي، يسعد لي صباحكم. صباح النور عليكم. أتمنى يلقاكم صوتي في أحلى أوقاتكم يا رب. بونجور تو الموند، جود مورنين، بونجورنو فوزية. محتوى أوديو اليوم هو للحديث عن الرجل اليانغ. شفت تعليقاتكم أول أمس، ما كنت في حالة تسمح لي أنني حتى أكتب أو أرد عليكم، ولكن دردشتكم ضحكتني. أذكر سارة قنديل اللي كتبت لي متى ينزل الرجل اليانغ، ونادية نادية لاجوزي اللي جاوبتها قالت لها خليها تعمل لنا حتى 7 أجزاء ونغوص في جلادينا. الجلاد ليس الرجل اليين أبدا، الرجل اليين حنون وعطوف، الرجل اليانغ هو الجلاد اللي راح نتحدث عليه اليوم. التسليم فكرة التسليم عند الرجل اليانغ كمفهوم غير موجودة تماما، يعني بتاتا هو شخص لا يسلم. التسليم اللي نحكي عليه اليوم هو في علاقة روحية متميزة خاصة جدا. نعرف أن الكثير من الناس الآن يشككون في هذه العلاقة أو في وجودها حتى، وهذا أكيد لا يعنيني ولا يهمني، ولكن اللي يعني لي أن الناس اللي عندي بقناتي حتى وإن دخلت تبحث عن العلاقة بين قوسين، هذه التسمية يعني توأم شعلة، إلا أنهم تعرفوا إلى الكثير من العلاقات، منها الكارمية والعلاقة مع النرجسي، وتعرفوا إلى الطاقات، صاروا يعرفوا الطاقات، وصاروا يعرفوا جراح الطفولة، وصاروا يعرفوا الامباكت أو التأثير الإهمال العاطفي عند الأطفال. يعني أنا سعيدة بكم وسعيدة بدرجة التطور اللي وصلتوا له بيناتنا يعني. طيب، الرجل اليانغ مثل ما قلت الآن لا يسلم، ما هو لا يسلم في العادة، بل يسلمون الناس، يسلمون له بسبب ماذا؟ بسبب جاذبيته كرجل قوي بالنسبة للمرأة يعني غالبا، وفي الغالب هو يوحي لشريكاته بالرحيل. يعني هو أي سيدة تدخل في علاقة معه إلا وتنتهي بالاستسلام، يعني هي تستسلم وتمشي تروح الحال سبيلها. بسبب ماذا تقولوا لي؟ بسبب قوته العقلية. يعني المرأة اللي تدخل في علاقة مع رجل يانغ راح تكون ضحية في الغالب، تجد نفسها ضحية فتقرر أن ترحل حتى لا تعيش في دور الضحية. يعني هي راح تواجه وراح تلوم وتعاتب وتناقش وتدخل في مشاكل، وفي نهاية المطاف راح ترحل لأنها بكل بساطة لا يمكنها مجابهته، لا يمكنها أن تكون معاه في نفس الليفل، في نفس المستوى يعني. فالمرأة اليين على عكس النساء الأخريات، هي كذلك مرأة متميزة، مش بقوتها مثله هو، مش بقوتها العقلية، متميزة بقوتها الروحية. فلما تدخل معه في علاقة رح يصير عليها نفس الشيء بالنسبة للنساء الأخريات، يعني مش رح تنفذ هي من المسطرة. لذلك سميت العنوان الرجل اليانغ بين المسطرة والقلم، مسطرة العقاب لأنه يكون في الجسم والمادة، وقلم الروح الذي سيأتي فيما بعد. فقلت بحكم أن هذا الرجل يعني عانى من الترك وبعض من الإهمال العاطفي، وهذا لا يتوافق أو لا ينطبق مع الجميع، لأني مؤخرا اكتشفت أن هناك بعض اليانغز الرجال اللي يعانوا من الرفض، يعني يعانون من الترك ولكن بنسبة أقل من الرفض، يعني عندهم الرفض أقوى من الترك. ولكن لاحظوا الفرق ما بين اليين اللي يعاني من الترك واليانغ اللي يعاني من الترك، أنه اليانغ لا يهرب. أنتم لما تقولوا لي اليانغ اليانغ لا يهرب أبدا من أي موقف يتعرض له، بل هو يهرب من نتائج الموقف اللي
ممكن يتعرض ليه بسبب ماذا؟ بسبب قرار عقلي أنه لا يريد الدخول أو خوض هذه المواجهة. هذا مش انسحاب، لاحظوا، الين ينسحب دون أي تبرير، اليانغ لا ينسحب، لا يهرب، بل يواجه. يعني إذا مشى يقول لك أنا ماشي، أنا سأرحل، أنا لن أبقى بسبب كذا وكذا وكذا. يعني هو يقرر أنه ما عندوش الوقت أنه يدخل في هذه الحرب أو هذه المواجهة لأنه يجدها تافهة، ولكن في الغالب هو شخص لا يهرب مثل ما قلت. في العلاقات الروحية هذا الرجل عنده ميكانيزم خاص به، ميكانيزم مسيطر عليه، أدواته هو أو هي العقل والمادة. وفي بداية العلاقة بين امرأة يين والرجل يانغ، امرأة يين بلاس ورجل يانغ بلاس، ستكون هاتين الأداتين أو هذه الأدوات هما يعني العقل والمادة، وهما المعولين اللذان يهدمان التناسق الطاقي بينهما. يعني فيه طاقة جميلة تبدأ تتكون بيناتهم، ولكن تواجد اليانغ دائما في العقلنا والمادة يجعل هذه الطاقة ما تمشيش في جسمه، أو ما يحصلش التناسق بينه وبين شريكته في الطاقة. فلذلك في كل مرة راح تتهدم هذه العلاقة. هو في الحقيقة مش مسؤول 100% عن هذا الهدم، لأنه في كل هدم في هذه العلاقة هو إصلاح لشيء ما، سواء في الطرف ألف أو في الطرف باء. ففي كل مرة يدخل هذا الرجل في عقلنة الأمور راح يفشل في وضع إطار لهذه المرأة. يعني هو حب يفهمها، حب يوضع لها إطار يحطها فيه ويتأكد أنه حطها في السيف سايد، يعني في الجانب المليح أو الجانب المناسب لها، ولكن هذه المرأة غير متوقعة، يعني بريفيزيبل ومزاجية في الكثير من الأحيان. فلذلك في كل مرة هو رح يوضع لها بطاقة تعريفية أو تفسيرية، بطاقة تفسيرية ستفاجئه هذه المرأة بأمر جديد يفسد ترتيبه. وهو يمشي بترتيبات، يعني مش رح يغير حياته لما يلتقي بهذه السيدة. فماذا يفعل حين يفسد الترتيب؟ سيرتب خطة أخرى أو أمرا آخر، أو يضع بطاقة تفسيرية أخرى، وهكذا دواليك. في كل مرة إلا ويعمل بلان ثم يفشل ثم يعمل بلان آخر إلى آخره. إذن متى يسلم هذا الرجل؟ متى يتوقف عن وضع الخطط؟ متى يتوقف عن الخضوع لعقله، يعني لهذه البطاقات التفسيرية اللي يوضعها للناس؟ هو في الحقيقة يسلم هذا الرجل لما العقل يفصل، يعني لما عقله هو يفصل عن العمل، يقال يعني هو يديميسيوني هو سون سيرفو. لما هذا الرجل يقيل العقل من مهامه سيسلم. والتسليم عند الرجل اليانغ فيه مرحلتين، فيه تسليم مادي أولا وعقلي لأنه رجل مادي، ثم فيه تسليم روحي. لما تطلع روحانيته رح يدخل إلى التسليم الروحي. يسلم في المرحلة الأولى لما يواجه عقله ويقول له، هو يقول عقله أنت فاشل، لا تتدخل في حياتي العاطفية. ولذلك مثل ما قلت لكم سميت هذا الأوديو التسليم بين مسطرة العقل والقواعد والترتيب والانتظام وانعدام المفاجآت، والتسليم الثاني تسليم القلم، قلم الروح والعواطف، الروح اللي تبدأ تخط أو تضع طريقة جديدة للرجل اليانغ، طريقة ما يعرفهاش هو في الحقيقة، ما يسمعش بها تماما. يعني التسليم يبدأ عند هذا الرجل لما يبدأ يفصل ما بين الجنس والحب كعاطفة عليا، مش الحب الجنسي، مش الحب المادي، مش الحب الاجتماعي، مش الحب العقلي،
أنا لا أحب هذه المرأة لأنها كذا وكذا، لأن هذه راح تروح، ما يعودش في أسباب. فقلت بحكم ماديته هو المعروف عليها، هو يصنف أو يضع حبيبته ضمن شركاته في الجنس إذا كان متعدد العلاقات، وإذا لم يكن كذلك سيضعها في خانة الصديق المقرب، وبحكم برامجه الحامية فهو سيكفل لها الرعاية والحماية. هو متعود يعني يحمي الناس، فمش حاجة جديدة بالنسبة له، لأنه كذلك لا يمثل الحب، هو ما عندوش تمثيل الحب اللي قد يحصل أحيانا عند المرأليين. هو لا يمثل الحب، سيكون حقيقيا، يعني اقبليني مثل ما أنا، وإن لم تستطيعي أن تقبليني مثل ما أنا فأنا لا أريدك. هذه الجملة اللي تعبر عليه هو في العواطف. فرح يكون هناك تصادم من جهة مع شريكته لين التي لا تفهم طبيعته. لين المرأة لين لما تكون في الأول في طاقتها العذراء والمسيطرة سادومينونسيين، مش راح تفهمه. لماذا؟ لأنه ذكائها العاطفي مش متدرب على فهم هذا النوع من الشخصيات أو هذا النوع من الناس. وبحكم الهروب اللي هي تعمله في كل مرة تواجه شخص ما تفهموش أو تواجه علاقة مربكة. أنا أشبه الرجل اليانغ بفاكهة الأناناس، يعني لا يمكنك الوصول إلى داخلها الطيب والحلو والمذاق دون المرور عن قشرتها أو من قشرتها الصعبة والقاسية. يعني لازم تقشريها وتفككي وتفتتي القشرة القاسية حتى توصلي إلى اللب، إلى المضمون، إلى الجوهر. فإذا أنت كمرأيين ما كنتيش ذات ذكاء عاطفي، فرح توصلك فقط ذبذبات عقله، ما توصلكش ذبذبات روحه. يغاين ديزونانس، راح يكون هناك عدم انسجام طاقي وعدم انسجام شخصي. لاحظوا كل ما يحدث في شخصياتكم وفي سلوكاتكم نتيجته اختلال طاقة. يعني أنت لما تكوني في اتساق مع شريكك مهما كان هذا الشريك، سلوكك راح يتسق مع روحك، راح يتسق مع طاقتك. وإذا كانت طاقتك مختلة سلوكك راح يكون مختل. بحكم ماذا؟ عدم الاتساق الموجود بينك وبين ما تريدين، بين ما تريد روحك. عدم التوافق لماذا؟ لأنك بكل بساطة لست عقلانية العواطف. هو يعقلنا العاطفة، أنت لست عقلانية العواطف. ولما يحصل أنه إذا حصل العكس وصبحت ذكية عاطفية وقدرتي تفهمي ما وراء سلوكه وكنتي في القلب معه، راح تتمكني مع الوقت، مش بين ليلة وضحاها، ولكن بعد بضع الأسابيع راح تتمكني من الوصول إلى اللب أو إلى القلب، إلى الجوهر. ولما أنت تبعثي له هذه الطاقة، طاقة القلب أنت اللي عندك، وتوصله هو راح يخرج من ماديته ويوصل إلى قلبه، إلى ذبذبات شاكرة القلب. كل مرة نقولكم عليها، كل مرة نقولكم بأن الجسم هو المشير أو هو الذي يحب. الجسم وطاقة الجسم بشاكرة القلب، وليس العقل، وليس المجتمع أو الشروط الاجتماعية أو ما شابه. فإذا التسليم الأول يحدث قبل أن يتشافى جسد المطارد أو جسد اليانغ، سيكون في تسليم العقل، يعني سيفكر. لاحظوا، يفكر مش يحب، يفكر بأنه يحب، كاين فرق. سيفكر بأن شريكته شخص ظريف رغم بلادتها بين قوسين أحيانا، يعني هو يشوف المرأة لين ضعيفة وبليدة أحيانا لما تهرب، فلذلك يكبر عقله معها، يعني يعتبر تصرفاتها الطفولية ساذجة ومؤقتة، يعني مش راح يعمل منها قصة بين قوسين، لأنه مش معها على نفس الذبذبة بحكم ماديته هو وروحانيتها هي، فمش راح يشوف رفضها هي لهذه المادية اللي هو عليها. هو راح يشوفها فقط أنها شخص متذبذب ضعيف وغير عقلاني.
إذن في هذا الجزء الأول سأصف لكم تسليم المسطرة أو الجلاد، لأنه هو هنا رح يكون في ثوب الجلاد والحامي، الجلاد الحامي في ثوب الجلاد، قلت الذي يعيشه الرجل كأول مرحلة. وفي الجزء الثاني المرة الجاية إن شاء الله سأصف المرحلة الثانية، وهي ماذا؟ وهي التسليم الروحي، هو أن يخرج وهو من ثوب الجلاد والحامي ويصبح شريك، شريك طاقي وحبيب 100%. إذن كخلاصة قبل ما نبدأ في الوصف، لأني سأصف وسأتوقف، فكخلاصة التسليم الأول عقلي مادي، والثاني تسليم روحي قلبي، يعني تقوده شاكرة القلب. التسليم الأول يكون عبارة عن بطاقة عقلية تتبعها أو تتبع البطاقة، تتبع العقل يتبع، يعني مش العكس، ها ركزوا معي. تكون قلت التسليم الأول يكون بطاقة عقلية تتبع جسما طاقته سلبية، طاقته مش مليحة، فيها بلوكات، فيها ترومات، فيها الكثير من المشاكل النفسية. فقلت تتبع جسما طاقته سلبية مصبوغة، أمبخيني، مصبوغ بتجارب كثيرة مؤلمة فاشلة، ويجر هذا الجسم يجر خيبات طفولة غير سعيدة كان فيها هذا الرجل سيدا وقويا في مواقف تطلب رجلا لا طفلا، يعني هو كطفل صغير وضع في مواقف يعني تطلب رجل، فلذلك هو كبر بسرعة، لذلك هو عنده ثقة زايدة في نفسه، لأنه هو صاحب إمكانيات تبلورت أو كبرت منذ الطفولة والمراهقة كذلك. وقد حدثتكم عن البروفايل اليانغ وعن الميكانيزمات اللي يخضع عليها، وفيكم تسمعوها موجودة بقناتي، ممكن راح أعمل لكم، راح أضع لكم بعض الروابط في صندوق الوصف. فقلت هذا الرجل في تسليمه الأول سيخضع، سيكون مسلما لعلاقته من خلال ماذا؟ من خلال عقله وجسمه، ولكن العقل بعيد عن الروح ولا يمكن أبدا أن يمثلها، والجسم لا يعكس الروح. لماذا؟ لأنه فيه طاقة سلبية بحكم ميكانيزم الترك اللي يعاني منه. فإذا هذا الظروف هذه تجعله يرى شريكته ويقبلها بظروفها النفسية السيئة، يعني وكأن عقله يقول له هذه شخصية ظريفة ولكن عندها مشاكل نفسية، يلا قبلها وراح تتحسن أمورها إن شاء الله، بهالطريقة يعني ينظر للأمور. فتجده أحيانا يسامحها وأحيانا يقسو عليها، والقسوة هذه اللي يقسو عليها يعني لما يخرج من الصبر يعني ممكن مثل الين يعمل بلوك ويبتعد، وهذا القسوة هذه عليها هي اللي تعلم المرأة الين. لذلك حطيت كلمة المسطرة، هذا المسطرة هذه والعقاب هذا اللي يقوم به والقوة هذه في التعامل هي اللي تخرجها من حالة الضعف اللي تكون فيها، من حالة الرفض وميكانيزم الرفض اللي تكون خاضعة عليه مع الوقت، أكيد مش في الأيام الأولى، بعد بضع الأسابيع بضع الأشهر راح تتقوى هذه المرأة وراح تفك تعلقها بهذا الرجل القاسي اللي تشوفه أنه قاسي، وراح تخرج كفراشة قوية بعد ما كانت يرقة مختبئة في 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 جحرها أو في شرنقتها. فقلت في هذا التسليم يعني سيفعل ذلك، سيقوم بهذا التسليم لهذه العلاقة فقط بجسمه، يعني لا بروحه، بجسمه وبعقله، يعني ممكن يكون عنده علاقة جنسية جيدة مع شريكته، وممكن يكون عنده تقبل وصبر كبير لها، ولكن روحه غير متناسقة معه، يعني
فيه تواصل روحي أكيد، وهو يحس به ويعرف به ويعرف أنه مهيمن على شريكته في الطاقة، لأنه تعرفوه أنه عقله قوي، ولكن روحه مش على نفس الذبذبة مع شريكته. وحتى لو حاولتي أنت كمرأيين أنك ترفعي ذبذباتك وتعليها، إذا كان هو خاضع دائما لطاقات سلبية مش رح يوصلك أبدا. فقلت بحكم إذن هذا الطاقة السلبية اللي يعيش فيها هو بسبب التزاماته الكثيرة واهتمامه بالكثيرين من حوله دون إعطاء الحب الكافي لنفسه ولروحه، رح تكون هذه الروح يعني على استعداد أو يعني متأهبة أنها ترجعه لها، أنها تعيد الاتصال، ما تعمل له إشارات، يعني تعمل له إشارات وتعمل له ريمايندات تعمل له ريمايندر كل مرة أنه يرجع حتى يستعيد الاتصال بها. ولكن هو لا يملك الوقت، هو لا يملك الوقت لا لإفراغ عقله الذي يشتغل باستمرار، ولا للإنصات لحدسه، ولا حتى يعمل تأملات مرة على مرة. هو مش شخص يعمل ميديتيشن يعني حتى يفرغ عقله ويطلع طاقته. فإذا هو ما يسمعش تماما بهذه الأمور الروحانية هذه إلا نادرا، ويجد هو الكثير من الرجال اليانج يجد أن هذه نوع من التسلية والخرافات. يعني أنت لما تقولي له اعمل ميديتيشن أو لا أدري أو أقل يعني أقل عقلك لبضع ساعات، هو رح يشوف هذا تخريف يعني. فإذا يبقى الجسم والعقل هما المسيطران، أو العقل هو الوحيد، خاصة العقل هو الوحيد اللي ممكن يعتمد عليه لتفسير وفهم علاقته بالآخر وبما في ذلك شريكته. يعني هو يضحى ضمن الآخرين، يضحى ضمن الآخرين ولكن في مرتبة أقرب له، يعني بالمقارنة مع الناس الآخرين. فلذلك يصنفها، يعملها تصنيف، لأن العقل هو المتحكم، فيعملها تصنيف يصنفها ضمن الضحايا الأبرياء. ما معنى ذلك؟ يعني هو عنده خانة فيها الضحايا المذنبين، وعنده خانة فيها الضحايا الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة، يعني اللي عارفهم أنهم يحبوه ولكن أحيانا يقلقوا بالنسبة لي يعني. فهو يحطها في هذه الخانة، هو يعرف أنه يحبها ولكن رح يصنفها بين قوسين كضحية غبية بين قوسين. فيرى أن شريكته في هذا التسليم الأول، يرى أن شريكته غير قادرة على فهمه في الكثير من الأحيان في الكثير من الأحيان، لذلك يوصفها بعدم الذكاء أو بالغباء أو بالفشل العقلي. وهذه العلاقة بغض النظر عن صبغتها الروحية هي علاقة جلاد بضحيته. يعني لما يكون الرجل هو اليانغ في العلاقة والمرأة هي لين، رح تكون علاقة جلاد بضحيته، لأنه الناس اللي عندهم جرح الترك هم جلادون، هم حاميون، يعني عندهم الميكانيزم دلا بروتكسيون، ميكانيزم الحماية. والنساء عندهم ميكانيزم الهروب، فبالتالي رح تكون عندي علاقة جلاد بضحيته. يعني هو يشوف نفسه الطرف الأقوى ويستمر في عجرفته وتطرفه وغروره وتكبره أوقات كثيرة. لماذا؟ لأنه بكل بساطة لم يتوصل بعد لاكتشاف الرابط الروحي. هو يعرف يحس أن هناك رابط روحي ولكن لم يصل بعد إلى عمقه، لأن الرابط الروحي لا يفهم إلا بالروح مش بالعقل. ما هو، لا نستطيع أن نفسر ما هو روحي بالعقل. فبحكم أنه قلت ما زالوا في المادة والعقل، فهو لم يتوصل بعد إلى اكتشاف الرابط الروحي وعمقه، وما زال ما عرفش أن شريكته ليست ضعيفة مثل ما يعتقد، بل تمثل عليه الضعف.
لاحظوا المرأة لين عندها دور كذلك كبير في هذه العلاقة. لماذا؟ لأنها تمثل عليه الضعف والحب أحيانا، وهي لا تعرف أكيد لماذا، يعني لأنه هي الأخرى واقعة تحت ميكانيزم الرفض، راح تكون في ميكانيزم الرفض، فكل ما يجي يرفضها أو يروح راح تمثل عليه الحب وتمثل عليه العاطفة والحنان و كل مرادفات الحب، وتستمر. ولكن في نفس الوقت هذه المرأة هذه القوية روحيا ستستمر في تغذية الرابط الروحي، وهو هذا التغذية اللي تقوم بها هي على المستوى البعد الخامس راح تغذي في نفس الوقت غروره هو، لأنه هو كل ما يشوف أن هذه المرأة تذهب وتعود غروره راح يقوى كذلك، يعني راح يستمر في الاعتقاد بأنها لا تستطيع الاستغناء عنه لأنها متعلقة به، خاصة بدبلوماسيتها المعهودة وطريقتها، يعني طريقتها الجميلة في التعامل مع الناس، الفوسيلف تعرفوه، يعني هي تكون في الفوسيلف، لا هي تعرف لماذا تبقيه معها ولا هو يعرف لماذا لا يتنازل عنها، رغم أنها ترحل في كل مرة وتعود من دون سبب مقنع، يعني هو مش عارف أو مش قادر يفسر بعقله لماذا يبقى أو لماذا يتنازل ويقبل بعودتها في كل مرة، وهي مش فاهمة كذلك لماذا ترحل في كل مرة. ولكن أسباب أنتم صرتوا تعرفوها الآن، هو الميكانيزمات اللي متحكمة فيها. الإجابة عن هذا السؤال، يعني السؤال اللي تقوله المرأة الين لماذا أنا باقية، واللي يقوله الرجل اليان لماذا أنا أستعيدها في كل مرة، الإجابة عن هذا السؤال هي اللي تدفع اليانغ إلى منطقة أخرى غير التفسير المادي والعقلي. يعني لما تكون المرأة الين في البداية تغذي الرابط الروحي في البعد الخامس، هو يكون يحقق في طلباتها في معتقدا أنه قوي، ها هو يكون يحقق في طلباتها على أرض الواقع، لأنه قلت لكم هو مانيفستر، الرجل اللي يدخل في علاقة روحية مثل علاقة توأم الشعلة اليانغ هو مانيفستر، فهو يتصور لما يكون مادي يتصور أنه فهمها فهما جيدا وأنه يقرأ أفكارها ويحققها على أرض الواقع، ولكن الحقيقة أنها هي متواصلة معه روحيا وتبعث له الأفكار روحيا وهو يطبقها أو هو يخرجها إلى النور، وليست سيطرة عقلية مثل ما يعتقد، لأن عقل المرأة الين كذلك قوي، لأن المرأة الين كذلك قوية. ولاحظوا لا يمكن أبدا لأي امرأة أن تبقى مع رجل يانك قوي إلا إذا كانت قوية، مش راح تستمر معه إذا ما كانت قوية، لازم تعرفوا. فإذا كخلاصة حتى ما نطولش، وصلت ل 28 دقيقة. كخلاصة التسليم عند الرجل اليانغ يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى يكون فيها الجسم والعقل هما المتحكمان فيها بسبب الطاقة السلبية اللي يكون عليها الرجل اليانغ، المرحلة الثانية بعد ما تقوى عنده الطاقة الروحية أو بعد ما يقوى عنده الجسم السببي، وبعد ما ترتفع ذبذباته بسبب طاقة الحب كعاطفة عليا اللي يكون عليها، رح يوصل إلى الدرجة الثانية من التسليم للرابط الروحي، ألا وهو التسليم الروحي، التسليم بقلم الروح، ستخط روحه خطوطا جديدة، ستصبغه بصبغة الحب، صبغة جديدة سعيدة غير الصبغة الأولى، الصبغة التعيسة اللي كان عليها. سأتمنى لكم أسعد الأوقات، سألقاكم في أوديو ثاني رح نتحدث على الجانب المشرق من الرجل اليانغ. مع السلامة أحبائي.